أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز سراج التراجع عن استقالته من منصبه، وقال السراج إنه تراجع عن الاستقالة التي كان ينوي تقديمها نهاية أكتوبر الجاري استجابة للطلبات الملحة الداخلية والخارجية ولكي لا يحدث فراغ سياسي. وفي الأيام الأخيرة تعالت أصوات حلفاء رئيس حكومة الوفاق التي تدعو لإبقائه في منصبه إلى حين اتفاق الفريقين على حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديد. من جهتها دخلت برلين على الخط في الساعات الأخيرة، حيث قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بيان أعقب اتصالا هاتفيا مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية إن بقاء السراج في منصبه سيضمن الاستمرارية المؤسساتية والتنفيذية. وأضاف ماس إن إعلان السراج أنه سيتنحى بنهاية أكتوبر خطوة مهمة تستحق التقدير، ولكن نود أن نطلب منه تأجيل استقالته والبقاء في منصبه لغاية انتهاء الحوار السياسي، وأبلغته ذلك نيابة عن المستشارية. مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفي عبر سكايب من طرابلس دكتور محمود الرملي الباحث في الشؤون السياسية. أرحب بك دكتور محمود، ما الذي دفع السراج للتراجع عن قرار استقالته؟ في تقديري بداية أن الحكام العرب والمسؤولين العرب لا يعرفون بداية لغة الاستقالة أو شبه أو لا يعلمون إلا مقاعدهم كما هو حال السراج، ولذلك لزامنا القول بأنه مبدئيا بأن السراج مدرك جازميا بأن الاستقالة كانت فقط للاستهلاك المحلي ليس إلا، والامتصاص غضب الشارع بعد أن كبرت الإشكاليات في مجال الكهرباء والمياه وغير ذلك من انخفاض السيولة وعدم وجود حل الإشكاليات وكثير من المطالبات بتنحيه، ولذلك حاول قدر الإمكان لي الذراع أو البحث على في إطار المشكل من خلال الوعد باستقالة حددها في شهر أكتوبر أي نهاية أكتوبر. وعندما أزفت الآزفة واقترب الموعد بحث المحيطون من حوله من أجل أن يكون هناك إعادة ميلاد وإحياء له، كما هو هذا يذكرنا بالخزعبلات التي جرت في الدول العربية والتي منها مصر، حيث تلوح في الماضي جمال عبد الناصر بالاستقالة وأنه قد استقال، فخرجت الجماهير وليست الجماهير وإنما بعض ممن خدمه من أجل أن يكون هناك عدول عن الاستقالة، فتم العدول على الاستقالة، وهو ما جرى لغيره سواء السادات وأيضا مبارك وأيضا القذافي وأيضا حافظ الأسد وأيضا كلهم سواء، وكذلك ليس استثناء منهم فايز السراج. نعم. فهو لم ولن يستقيل إلى يوم القيامة. ولكن دكتور محمود، ولكنه قال بأنه لا يريد أن يترك فراغا سياسيا في البلاد، خاصة أنه يعني الحوار السياسي ما زال قائما ولم يتم التوصل إلى اتفاقات نهائية حتى اللحظة. شر المضحكات المبكيات، ما هو الفراغ الذي يبلأه السراج أو يخفيه السراج؟ الواقع العملي أنه لا شيء، الواقع العملي أن ليبيا تمر بكارثة، بفراغ سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي، ووجود السراج أكثر سوءا من عدمه، ولذلك لأن تركه وعدم وجوده سيؤدي بالليبيين إلى التفكير في مزاوية أخرى بآلية الحل، بينما وجوده سيساعد على الذين من حوله من أجل البقاء والتمترس خلفه من أجل الاستمرار. وإذا كان ذلك كذلك، خاصة وأن وجوده سيساعد أيضا على عدم نجاح حوار، ودعني أقول معلقا على ما يتعلق بمجريات الحوار، وهو حوار الوصاية وليس حوار حقيقة ليبي، وإنما تم فيه احتلال ليبيا والاستيلاء على مقدرات ليبيا وقرارات الدولة الليبية وخالفين في ذلك لقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 25/10. هذا القرار الذي نص صراحة على أن ملكية العملية السياسية للليبيين، ولكن الواقع ما جرى ويجري حاليا هو أن ملكية العملية السياسية للبعثة الأممية ولبعض الدول ولسيف القذافي ولعصابته، حيث أنه تم تمثيلهم بسبعة وتم تمثيل الحفيتر بسبعة ولم يتم تفتيل فبراير حتى بشخص. هذه نقطة هامة ومعلومات خطيرة. من الذي يرعى أو من الذي خلف هذا التوجه وهذا التشكيل؟ ما الذي خلفه هو الرغبة في عدم حل المشكلة، الذي خلفه دول تريد أن تقسم ليبيا
الذي خلفهم رغبة في عدم وجود حل إشكالية الدولة الليبية وإنهاء الأزمة، وإنما تدوير الأزمة من أجل مصالح الدول وليس من أجل مصالح الليبيين. ما جرى ويجري نوع من الضحك على الدقون. إذا كانت الحوارات موجودة بباريس الأول والثاني وبباليرمو وفي موسكو وفي برلين وفي القاهرة وفي الغردقة وفي تونس وفي بوزنيقة وفي مالطا أيضا في فاليتا، وهي للمرة الثانية في مالطا، والآن حاليا سترجع إلى تونس لأنه لا يمكن لعسر الهضم لا يمكن ميلادها في تونس في ليبيا. نعم، ولكن على يعني على صعيد آخر دكتور محمود، لو أخذنا يعني نصف الكأس الآخر المبتلئ إذا أردت، يعني تراجع السراج عن استقالته، يعني أنت تقول بأنه لا يوجد فراغ سياسي سواء حضر أو لم يحضر، ولكن إذا غاب السراج وغابت حكومة الوفاق ألا يعطي ذلك ذريعة لحفتر ولحكومة حفتر في الشرق الليبي للقفز وأخذ زمام المبادرة، لأن هناك فراغ سياسي في الغرب الليبي؟ في تقديري أن الليبيون قد بلغوا سن الرشد، وأن السراج حقيقة كان جزءا من المشكلة في بداية الأزمة، ربما في نهاية الأزمة تغيرت الأمور، ولكن في بداية الأزمة كان جزءا من المشكلة، حيث كان في الفترة الأولى هو وحفتر وجهان لعملة واحدة، لأنه قد تركه أخذ بنغازي ودرنا والجنوب والوسط الليبي، وعندما وصل أو قارب أن يصل إلى مقعد السراج في طرابلس قامت الدنيا وما تقعد، أي أن الخلاف هو هل ستتناول هذا المقعد أم لا، ليس الخلاف الثاني، من زاوية ثانية لزامنا القول ما الذي سيخفيه وما الذي سيقدمه السراج حتى في ظل وجوده أو في ظل عدمه، وجوده وعدمه كسواء، هو والعدم كسواء هذه حقيقة مطلقة من الناحية السياسية. أولا من الناحية القانونية لا وجود له لأن الاتفاق السياسي باتفاق الصغيرات قد انتهت مدته. ثانيا الوجود الناس والشعب حقيقة يدرك الجميع بأنه لو صار استفتاء لكان هناك ربما من يصوت له 5 إلى 6 أشخاص ليس إلا، دعنا من الطبالين وما هذه هي الحقيقة. ومن الزاوية الثالثة ما هو مصدر الإشكال، لأنه في ظل غيابه سيؤدي إلى تفكير الليبيين جديا في الحل. ثم إن هؤلاء المنمقون عقيلة صالح وحفيتر والسراج والمشيش وكلهم الجميع، هل نستطيع القول بإمكانية أن يوجد حل من هؤلاء؟ ولكن اليوم أمام المشهد دكتور محمود، يعني التطورات اليوم، الروس يتحدثون عن عدم إمكانية خروج المرتزقة أو إخراج المرتزقة من سرت والجفرة، الولايات المتحدة بعد أن نزلت بثقلها خلف الحوار اليوم تتراجع، وبالتالي هناك على ما يبدو إعادة تموضع من خلال تراجع السراج عن استقالته. هو إعادة تموضع ليس إلا لكل سواء سياسيا أو عسكريا، والواقع العملي أن الليبيون حقيقة ورأيت هنا حراكا جيدا يسمى حراك عدم الوصاية، يتحدث على فعلا على حل عملي قابل للتطبيق، وهو هذا الحراك يتمثل في دعوة الموجودين على الأرض، لأنه قد تم فقط اختيار 13 من مجلس الدولة و13 من مجلس النواب، وأيضا اختيار مجموعات وهمية أو غير وهمية، هم الليبيون ولكن لا يدرى أين طرفاهم، بعضهم مقيم بالخارج وبعضهم لا يحملوا حتى جنسية، وبعضهم تابع لسيف وبعضهم تابع لحفتر، 7 من هنا و7 من هنا وغير ذلك كثير. هؤلاء هم الذين سيقررون مصير ليبيا ويصبحون برلمانا لم يتم اختياره لا من قبل الليبيين ولا من قبل حتى المسؤولين الذين يدعون الليبية، إنما يتم اختيارهم من قبل البعثة، وما أدرك ما البعثة، أو من قبل الذين هم لا ينتمون إلى الدولة الليبية الديمقراطية التي دافع الليبيون من أجلها الآلاف. إذا كان حفتر ممثلا وهو القاتل المجرم السفاح حفيتر، إذا كان سيف القذافي المطارد والمطلوب من محليا ودوليا ممثل بسبعة، وإذا كان الآخرون أيضا من المجرمين أيضا مطلوبون كذلك وهم ممثلون، وإذا كان ذلك كذلك كيف يعقل أن يكون هذا حوارا؟ حقيقة هذا عبارة عن نوع من خلط الأوراق وإعادة لرسم زوايا لا يمكن التكهن بنتائجها، والقول بأن هذا نوع من العبثية. الليبيون يريدون حلا وحوارا محليا ومؤتمرا يعقد وينتهي بتشكيل مجلس رئاسي ليبي وحكومة تأسيسية تزيل السراج ومن معشك. شكرا لك دكتور محمود الرملي الباحث في الشؤون السياسية، كنت معي عبر سكايب من طرابلس.